اللي جابه احمد حمدي في فيوتشر جون يعني مش هيعدي كده ببساطة يعني بدون ان احنا نحلله تحليل كافي يعني، لانه كان جون يعني عدل الموازنة او عدل الكفة، وزائد ان هو جون بمجهود فردي يعني يعتبر فردي الى حد كبير يعني، وربنا سهل عمل 1-2 مع مدافع فيوتشر ودخل حطها بركنة حلوة. فكرني الجون ده بتعليقات الكابتن المذيع او المعلق والرياضي ولاعب النادي الاهلي خط الوسط ميم الشربيني، كابتن ميم الشربيني، واحد من احسن من علقوا على ماتشات كرة القدم في تاريخ مصر. قال على طريقة الكبار، يقول لك حط الجون